أهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم. تعود روسيا والنظام إلى سلسلة خروقها المتكررة على ريف إدلب متجاوزة جميع خطوط اتفاقية التهدئة، ولأول مرة منذ أشهر تطول قذائف الروس والنظام مناطق جديدة في ريفي إدلب الشمالي وحلب الغربي بعد أن تركزت لأكثر من شهر على جنوب إدلب في رسائل تريد إيصالها روسيا والنظام من دماء السوريين بعد أيام قليلة مضت على اجتماعات أستانا في نسختها 16 التي أكدت في أحد أهم بنودها على ضرورة المحافظة على التهدئة. فما هي التهدئة التي تحدثت عنها الدول الضامنة والمجتمعون في نور سلطان؟ أما في ملفنا الثاني ننتقل إلى الجنوب السوري، حيث تشهد المنطقة ولادة جسم سياسي جديد يحمل اسم حزب اللواء السوري. يقول مؤسسوه إنه يهدف إلى الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى حكم ديمقراطي رشيد، مؤكدين على وحدة الأراضي السورية ويضعون في أولوياتهم محاربة تنظيم الدولة، مبتعدين عن فكرة الفيدرالية أو الإدارة الذاتية في الوقت الحالي. كما ينفي المؤسسون وجود أي قوة عسكرية تابعة للحزب أو أي دعم من جهة خارجية. فهل يستطيع الحزب أن ينبت في بيئة معقدة؟ وما هي العوامل التي قد تقف في طريقه؟ أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 10 مدنيين وجرح آخرين بقصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام وروسيا استهدف ريفي حلب وإدلب. وأضاف مراسلون أن القصف طال بلدتي بلين وأرنبة والرامي وحماميات وتفتناز في جبل الزاوية جنوب إدلب، في حين تعرض محيط قرية الفوعة في الريف الشمالي الشرقي لقصف مماثل ما أدى إلى سقوط قتلى بين المدنيين. كما طال قصف قوات النظام بلدة الجينة وقرية تديل غربي حلب ما أدى إلى مقتل مدني في قرية تديل. من جهته قال دفاع المدنيين أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبة كبيرة في الاستجابة بسبب رصد المنطقة بطائرات الاستطلاع والقصف المتكرر. وعن خريطة عمليات الاستهداف الأخيرة التي نفذتها روسيا وقوات النظام نتابع المادة الآتية. تكسر مدفعية قوات الأسد نقاط القصف المعتادة لتتعمق أكثر في محافظة إدلب بعيدا عن الخطوط التي تخضع لتفاهمات تركيا وروسيا المرسومة تبعا لطريق حلب اللاذقية المعروف اصطلاحا باسم إنفور. الهدوء النسبي أو بمعنى أدق القصف الاعتيادي لم يدم كثيرا مع تصعيد مباغت على طول خطوط الفصل بين مناطق السيطرة في أرياف حلب وإدلب وحماة. زاد عليه هذه المرة توغل القذائف حتى مدينة إدلب وما بعدها في كفرية والفوعة وبنش، في حالة لم تشهدها المنطقة منذ شهور طويلة كانت خلالها هذه المناطق محيدة أو بعيدة عن متناول الأسد، كونها تقع خارج التفاهم موسكو في أذار عام 2020 الذي يحدد إنفور وجوانبه كمناطق من المفروض أن تكون خالية من الوجود العسكري. إذن يسجل النظام بدعم الروسي الذي تجوب طائراته الاستطلاعية الأجواء في المنطقة نقطة إضافية في سجل الخروق للتفاهمات غير المعروفة. تقابله مواصلة تركية بإرسال مزيد من التعزيزات إلى خطوط المواجهة الأمامية. للحديث عن هذا الموضوع معنا علي عبد المجيد، باحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية مباشرة من إدلب، ومعنا أيضا العميد أحمد رحال محلل عسكري مباشرة في الاستوديو. أبدأ مع علي عبد المجيد من إدلب، استمرار التصعيد في إدلب، هل هذه هي التهدئة التي تحدثت أستانا في بياناتها الأخيرة عنها؟ تحياتي للحضور، تحياتي للقناة جميعا، أهلا بك. إحنا يعني
شاهدنا بمحافظة إدلب تصعيد متواصل، وكان التصعيد بفترة ما قبل أسيتاني اللي هي كانت الأخيرة 16، والاجتماع الخاص بالأمم المتحدة حول المعابر. فكان الضغط الروسي هو التحليل المتوقع والذي ينظر له أنه على أساس أنه هو ضغط عبر رسائل من دم للداخل السوري للحصول على أكبر قدر من المكاسب الروسية. طبعا احنا المفروض ان نميز بين نوعين من الانواع الضغط اللي بيمارسها، اللي هي كان الروسي من جهه او الايرانيين من جهه، والنظام اللي هو اداه بيد الطرفين كفرقه رابعه او قوات دفاع محلي. وما حصل اليوم طبعا بقصف منطقه الفوعه اللي هي تقع شمال الام 4 اللي اسفل عن 5 شهداء، في عبر قذائف تسمى سيادة العميد جوز يعرف أكثر منا بالأمور العسكرية تراس بول، هي ليزرية موجهة أسفل عن عدد من الشهداء. رجع أثناء عملية الإسعاف تكرر القصف أدى إلى شهداء آخرين. فهي نحن يفهم لنا في الداخل السوري أنها رسائل من الدم للشعب السوري للضغط والحصول على أكبر قدر من المكاسب الروسية. ربما هناك زاوية أخرى ينظر لها للبحث، أنه على أن تلك المحاولات والقصف هي تفريغ للمدنيين، تدمير البنية التحتية، ربما قد يكون تحضير أو نية روسيا لعمل عسكري كان على المدى القريب أو البعيد. طيب أشرت إلى نقطة مهمة، مسألة أن القصف اليوم وصل إلى الفوعة وهو يعني قصف تجاوز حتى عمق إدلب، وهذا يعتبر جديد في الحملة الأخيرة التي قادتها روسيا على الشمال في سوريا. كيف يقرأ ذلك أو ما هي دلالات ذلك؟ نحن قلنا دلالات ذلك أنه لدى أي نية من قبل روسيا للقيام بعمل عسكري أو لتحضير بقضم منطقة أخرى، تعودنا أن الروس يقومون باستهداف الخط الأول أو الثاني أو الثالث بجزء، حكينا بالأمن العسكري سيادة العميد موجود. لكن القضية أنه إحنا بجبل الزاوية اليوم بيتم استهداف المدنيين اللي بيروحوا على الحقول لقطف المواسم، بيتم استهداف كل ما هو يتحرك على الأرض. فالأمر خرج عن نطاق الحجج الروسي أنه إحنا في عنا إن كان هي تحرير الشام أو بيتذرع في هاي الامور لاستهداف المدنيين الموجودين في الداخل السوري. ما حصل مثلا في استهداف مركز الدفاع المدني القبعات البيض خلال الفتره الاخيره كمان رساله قوي حول الاجرام الروسي الذي لا يتوقف عند نقاط واتفاقيات معينه. طيب عميد احمد رحال، اذا يعني هذا القصف الروسي المستمر على شمال إدلب اليوم تجاوز حتى الام 4، هل هو مؤشر أو دلالة ربما على قرب عملية روسية؟ بداية مساء الخير، تحياتي إليك وللضيف الكريم، مساء الخير لكل السادة المشاهدين. يعني كان الحديث اليوم عن الخروقات، فأعتقد أنه منذ عام 2017 لم تتوقف الخروقات، وكل الحديث عن وقف إطلاق النار الذي أعلن في الأستانة لم يطبق. إن كان الحديث اليوم عن كسر روسيا لتوافقاتها وتفاهماتها مع تركيا، أيضا الأمر ليس بجديد، وعلى مدار 16 جولة وحتى في اللقاءات الفردية التي تمت في 5 آذار ما بين الرئيس بوتين ورئيس أردوغان، وجدنا من أن روسيا تجاوزت كل تلك التفاهمات وتقوم ما يحلو لها. لكن تبقى نقطة مهمة يعني أبدأ بها، أن على وفود الأستانة، على وفد الأستانة الذي يذهب الله يزيد بالتطبيل والتزمير للبنود، يعني على مدار 16 جولة ألم يصلوا لقناعة من أن تلك البنود تبقى حبرا على ورق؟ اليوم اللي عم يتم على الأرض السورية يعني هو بقيادة روسية، سواء بمقرات القيادة التي يقودها ضباط روس أو عبر طائرات الاستطلاع والدرون التي ترصد كل شاردة واردة وتعطي الإحداثيات لمواقع المدفعية والدبابات والصواريخ التي تقوم بعملية الخرق. اليوم من أقصى جبل الزاوية إلى سراقب إلى ريف حماة إلى ريف حلب الغربي كما تفضلت في السؤال، وصلنا إلى اليوم الفوعة وضرب المسبح، وهناك 5 شهداء في محيط المسبح، أكثر من 8 مواقع تم قصفها. اليوم واضح من أن هناك شيء خلل في عملية التفاهمات، واضح جدا من أن البيان الذي نمق وأصدر في بيان الأستانة 16 لم يكن يعكس حقيقة ما حصل في الداخل، ومن أن هناك خلاف عميق
ما بين المواقف التركية والمواقف الروسية. اليوم أيضا روسيا لديها الكثير من المآخذ. اليوم التفاهمات التركية الأمريكية تقلق الروس. اليوم الحديث عن منطقة آمنة في شمال سوريا على على طول الحدود السورية التركية أيضا التي تم الحديث ما بين القيادة التركية والأمريكية أيضا تقلق القيادة الروسية. عدم سماح تركيا ووضع نوع من الفيتو على توغل النظام في شرق الفرات أيضا يقلق القيادة الروسية. عدم وصول الروس إلى الخط الأنفور وأصرار تركيا على وضع نقاطها على حدود التماس وعلى النقاط الحاكمة. وجدنا بالأمس من أن هناك عملية تعزيز بالأمس رتلين مزدججين بالسلاح ومن منظومات سلاح تركية دخلت إلى الداخل. إذا اليوم هناك عملية شد وربط وعملية ضغوط. أيضا هناك نقطة هامة اليوم من أن اليوم روسيا قد لا تنظر كثيرا إلى التفاهمات مع تركيا باعتبار من أن عتبة اللقاء ما بين واشنطن وموسكو قد وجدت بلقاء ألكسندر لافانتييف مع ماكفورك التي تم في جنيف وعلى أثره فتح المعبر باب الهوى. وبالتالي اليوم نحن ندخل في مخاض الواضح أن هناك خلاف ما بين أنقرة وموسكو لم يظهر إلى العالم. هذا الخلاف إلى أين يمكن أن يودي يعني أحمد؟ يعني أنا لا أعتقد أن روسيا بالغباء العسكري والسياسي من أن تفتح المعركة مع تركيا. اليوم تركيا لم تعد قادرة على أعطاء الروس شيء. اليوم المنطقة التي تتموضع فيها النقاط التركية هي على خطوط التماس. تجربة سحب النقاط من مناطق النظام والانسحاب للخلف، هذا الكأس المر الذي شربته أنقرة لن تعيده ثانية. تدرك موسكو اليوم من أن نقاط تركية لم تعد نقاط مراقبة بل أصبحت نقاط قتالية. طيب الردود ستكتفي بمسألة التعزيزات العسكرية وهذه الرسائل العسكرية التي تظهر من خلال استقدام الركل العسكري؟ يعني في كما أشرت في 24 ساعة الماضية تم استخدام ركلين عسكريين من معبر كفر لوسين. الردود التركية ستكتفي بهذا النموذج فقط؟ يعني تركيا اليوم تريد أن تمسك العصب المتصف، تستعرض في قواتها العسكرية. الروس لديهم استطلاع ولديهم معرفة بقوة الأتراك. اليوم لدينا ما بين 15 إلى 17 ألف مقاتل، لدينا ما بين 3000 إلى 4000 مقاتل تركي، أنا أتحدث لدينا 3000 إلى 4000 آلية عسكرية مجنزرة، لدينا 4 منظومات إن كان صاروخية أو رادارية، لدينا على الحدود التركية السورية داخل أراضي التركية هناك عمليات تعزيز. مطارات ديار بكر جاهزة للإقلاع وخلال دقائق سيكون الطيران. لن يكون هناك عملية قتل لجنود أتراك مرة أخرى. تموضع الجنود الأتراك على الحدود يدركه الروس. وبالتالي أنا أمام هذا الواقع لا أعتقد أن الروس يمكن أن يقدموا على مغامرة اجتياح، وإن كان التركيز واضح على جبل الزاوية، على محور سرجي، على محور أريحة، على محور سراقب المضايقة في ريف حلب الغربي. لكن أنا أعتقد أن قمة التصعيد الروسي هي عبر الضغط. هذا الضغط يمكن أن يؤدي إلى نتيجة يبغى يعني يبحث عنها الروس، وهي خلق شكل هذه النتيجة، يعني خلق واقع ضاغط على المدنيين في المناطق المحررة من أن مناطق النظام أفضل. ووجدنا من أن هناك حديث ومن أن صفقة معبر باب الهوى تحدثت عن معابر يجب أن تفتح ما بين مناطق النظام ومناطق المحررة. وبالتالي قد تجد من أنه قد تجد فرصة للبعض كي يعود إلى مناطق النظام. لكن أنا أعتقد أن الروس لديهم دائما رهانات خاسرة. هذا الشعب لن يعود، والوجود التركي وجود قوة. أيضا لم نتحدث عن وجود لا يقل عن 100,000 مقاتل سواء من جبهة الوطنية التحرير في الجيش الوطني. لكن جميع هذه الجبهات صامتة، شبه صامتة عما يجري. هذه هي نقطة العتب التي نبحثها دائما مع حليفنا التركي. أطلقوا الضوء الأخضر، أعطوا الضوء الأخضر للفصائل، أظهروا العين الحمراء للروسي. هذا النظام وإيران وحزب الله وروسيا لا تفهم إلا بمنطق القوة. عملية الرهان على الضغوط السياسية، عملية الرهان على المباحثات الدبلوماسية لا يفهم الروس. وبالتالي عليكم بإطلاق عمل عسكري قوي أو عبر قصفات قوية تردع الروس وتردع الروس. الفصائل اكتفت بضرب دبابة، استهداف دبابة فقط على هذا. يعني هذا الأمر بأرجع وأقول هو ردود خجولة. إذا أردت الحفاظ على، يعني دائما هناك مقولة، إذا أردت الحفاظ على الاستقرار عليك
عليك الدفاع نحو الحرب، يعني نحو إعلان النوايا بالحرب. طيب. عليك أن تقصف، عليك أن تظهر عمليات، عليك أن تفتح عدة جبهات، عليك أن تناور بالنيران، وبالتالي لدينا القدرات كلها. تركيا حتى الآن تراهن على التفاهمات مع موسكو، وهي تدرك من أنه غير الحل العسكري، غير إعلان العمل العسكري لن يرضى الروس. عن هذه التفاهمات أعود إلى علي عبد المجيد، يعني تفاهمات روسية تركية ربما كللت أو أخرجت بشكل نهائي في أستنا الأخير، في البيان الأخير، الحفاظ على التهدئة. وهنا أعود السؤال عن هذه التهدئة، شكل هذه التهدئة، شروطها، اليوم الذي يجري هل يديم هذه التهدئة؟ نحن ننظر للأمر من زاوية أنه أسيتاني قيدت اختبار بشكل أو بآخر، لم تطبق أسيتاني مثل ما أنها لم ينفذ أمر في العكس، يعني ما نقول طبقت أم لم تطبق. أسيتان هي بين فكي، بين مناورات روسي تركي، يتم القصف من قبل الروس أو الأذرع الإيراني الموجودة في المنطقة، الفرقة الرابعة والدفاع المحلي، وتقوم أيضا الأتراك بالرد. فنحن أمام اتفاق هش، اتفاق ليس مستقر، هذا يعني يتوج بالضغط على الحاضن المدني الموجود، ان كانت جنوب الانفور بنسبه 90% او شمال الانفور بشكل او باخر، حيث يتم الاستهداف بين فئه واخرى للحصول على ضغط مدني اكبر لاحراج الموقف. يلاحظ ان المناطق التي قصفت يتواجد بنسبه 40% من المواقع التي قصفت خلال فتره الشهر الماضي انه يتواجد فيها قوات تركيه بشكل كبير جدا، 30% يتواجد فيها قوات تركيه بشكل إلى حد ما متوسط. فنحن أمام اتفاقيات هشي، أمام خارطة غير مستقرة، أمام ربما نية روسية لقضم منطقة بشكل أو بآخر من قبل الروس. هذا الأمر ينظر، هناك مفاوضات قد تكون جديدة، غياب الموقف الأمريكي بشكل أو بآخر، النظرة الأمريكية والروسية اتفاقيات قد تشمل ما خارج الإقليم، ما خارج منطقة شرق الفرات، قد تمتد إلى غرب الفرات. هذا استمرار التصعيد علي عبد المجيد، هل سيبقى في إطار الابتزاز أو ربما الضغط على الأطراف تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، أم أنه ربما فعلا سيتطور إلى ما تشير إليه من قضم مزيد من المساحات في الشمال، مع استبعاد ضيفي العميد أحمد رحال أن تقدم روسيا على مثل هذه العملية العسكرية في المستقبل؟ نحن أنستي لا نقول أن هناك قضب، بقدر ما نقول أن السياسة الروسية بشكل كانت خلال السنوات الأخيرة منذ تدخل الروسي، كلما أرادت أن تقدم منطقة تكون المقدمات بهذه الطريقة. فأمام شيء أو أمام نموذج خارطة هي مكررة، قد يكون على المدى القريب، قد يكون هناك نية، قد يكون هناك الحصول على مرور دوريات بشكل أو بآخر، شريط آمن عبر شمال وجنوب الإنفور، ليست واضحة للداخل أو لكثير من الجهات ما هو شكل الاتفاق الأخير بين الروس والإتراك. لكن ما نقرأه حاليا أن أسيتاني غير مستقرة، أن أسيتاني هشي، هذا ما يقرأ لنا. عميد أحمد رحال، ما رأيك بما أشار إليه علي عبد المجيد؟ يعني أعود للقول، إذا أردت السلام فاستعد للحرب، إذا أردت الاستقرار في مناطق المحرر فعليك الاستعداد لعمليات عسكرية. نحن لدينا اليوم القدرات ولدينا الإمكانيات ولدينا المقاتلين ولدينا الإرادة، فقط نحتاج الضوء الأخضر من تركيا. وهذا الموقف لن يعكر العلاقات ما بين موسكو وتركيا أكثر مما هي عليه اليوم. لكي نستطيع أن نخضع الأسد ونخضع إيران ونخضع الروس، يجب أن تكون هناك عمليات عسكرية. اليوم ما يحصل، اليوم عندنا عمليات نزوح، عندنا عمليات تهجير، عندنا عمليات قتل، عندنا عمليات تشريد، اليوم عندنا عمليات حتى يعني النظام يتعمد في المحاصيل الزراعية أن يضرب المحاصيل للناس وقطع أرزاقهم. طيب ما الحل اليوم؟ هل نبقى على عملية الردود إن كانت بعض طلقات على كفرنبل أو بعض طلقات على سراقب الخالية من السكان؟ لا، أنا أعتقد هذه الردود لن تؤدي إلى نتيجة. اليوم النظام، وإذا لم يأتي هذا الضوء الأخضر من تركيا من الجانب التركي، ما الذي يجب فعله من قبل فصائل الجيش الوطني؟ يعني أنا بعتقد قرار الدفاع عن النفس أباحته كل الشرائع السماوية وأباحته كل الشرائع القانونية وكل الأعراف، والدفاع عن أهلك لا يحتاج إلى أذن من أحد، رغم أن أنا أعتقد أن تركيا قد تتساهل مع هذه الأمور.
يعني ليس بالضرورة أن تركيا أن تسيطر على كل شيء وأن تعطي الأوامر بكل شيء. لديهم مخزون من السلاح، لديهم مخزون. إذن لماذا لا يقومون بهذه الخطوة؟ يعني هو الانقياد الأعمى، هو التبعية العمياء والاستسلام لقرارات خارجية. وبالتالي أنا بعتقد اليوم أي عمل عسكري بيتم هو يقوي فصائل الجيش الوطني ويقوي الموقف التركي. اليوم عندما تكون هناك عملية ضغط عسكري من قبل فصائل الجيش الوطني أو جبهة الوطنية أو كل فصائل إدلب وفصائل الساحل وفصائل أرياف حلب الغربية والشمالية والشرقية على مواقع النظام، روسيا ستستجدي الموقف التركي. روسيا ما ستذهب إلى أنقرة للطلب أرجوكم هدئوا الأحوال، نحن سنلتزم. لكن طالما أن الردود خجولة، طالما أن النظام يعكر المزاج يعكر الاستقرار وهو أحد أهدافه، وبالتالي لكن فعلا هل فصائل الجيش الوطني فعلا قادرة على العمل العسكري أو قادرة على القيام بهذه الخطوة لوحدها؟ يعني هيئة تحرير الشام في إدلب، فصائل الجيش الوطني هل هي فعلا قادرة على القيام بهذه الخطوة؟ سيدي أنا سألاء، مجموع ما يقوم به النظام بعمليات عسكرية لا يتعدى الآلاف. يعني أقصى حد النظام عنده من جبهة الساحل حتى سهل الروج، حتى جبل شحشبو، حتى جبل الزاوية، حتى سراقب، حتى أرياف حلب الغربية والشمالية والشرقية لا يتواجد أكثر من 5,000 إلى 6,000 مقاتل. لدينا 100,000 مقاتل. يعني بالتالي صحيح أن هناك سلاح ثقيل، صحيح أن الطيران الروسي موجود، لكن عندما تفتح جبهات كبيرة لا يمكن للطيران أن يغطي كامل تلك الجبهات. عندما تكون هناك معارك قريبة نوقف عمل الطيران، الطيران لا يستطيع العمل. هناك تكتيكات مختلفة. أضف إلى ذلك اليوم أين رصيد السلاح الموجود؟ منذ حوالي 3 سنوات 2 سنين لم تكن هناك معارك. يعني بعد معركة سراقب لم تكن هناك معارك ولم تجري أصلا معارك بالسلاح الثقيل. وبالتالي أنا أعتقد لدينا الإمكانيات ولدينا المخزون ولدينا الإرادة، لكن نبقى إرادة القادة. أنا أتحدث عن إرادة المقاتلين، تبقى إرادة القادة. عن إرادة القادة أسأل علي عبد المجيد، يعني الطرف السوري تحدثنا كثيرا عن ربما أطرافا تركية وأطرافا روسية، وقلنا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. أين الطرف السوري؟ أين المعارضة؟ القنوات الدبلوماسية ما دورها في هذا الوقت إذا كانت القنوات العسكرية غير مقدمة على أي عمل عسكري في هذه الفترة على الأقل؟ ما يجري في اتفاقيات أسيتاني هي ليس ضمن قنوات دبلوماسية بقدر ما هي اتفاقيات للعسكر ضمن اتفاقيات عسكرية. ومن يتكلم الآن ليس الدبلوماسية قدر ما هي القوات العسكرية أو الفصائل العسكرية الموجودة على الأرض الممثلة لوجودها في أسيتاني. نسمعك، تفضل. الأمر باختصاره أن هناك قوات عسكرية موجودة على الأرض متوجب أن تقوم برد عسكري على الأرض. يكون هذا الرد العسكري يعني ما يكون رد خجول مثل ما حكى سيادة العميد، يكون استعداد تدشين، استعداد أنا بشوف لسيناريو قدم آخر، استعداد لهجوم. سألتينا سؤال قد يكون أنا ابتعدت عن الجواب قليلا، ماذا يمكن للائتلاف أن يصنع اليوم؟ يعني حتى الآن حتى لا يصدر بيان ربما عن الائتلاف. نحن اليوم بدورة جديدة للائتلاف، ننتقم بسالم المسطط، نحن ما رح نهاجم أو بقدر ما أنه ماذا فعلت الدورات السابقة كي تفعل هذه الدورة؟ لا، فلنقل ما الذي يجب أن تفعله هذه الدورة؟ ما الذي يجب أن تفعله؟ نحن قلنا الأمر مختزل ضمن الفصائل العسكري في مسار أسيتاني. فنحن مسار السياسي هو بيتجه باتجاه اللجنة الدستورية بشكل كبير جدا، وعمل اللجنة الدستورية عطل، وحتى الجولات التي تم عقدها كانت جولات لم تؤدي إلى مخرج معين. فلا يعول على المسار السياسي بشكل كبير جدا قد ما يعول على المسار العسكري. طيب هاي الفكرة بشكل أو بآخر. إذن لا تعول على المسار السياسي بقدر تعويلك على المسار العسكري. علي عبد المجيد، باحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا مباشرة من إدلب، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفي في الاستوديو العميد أحمد رحال محلل عسكري، شكرا جزيلا لك عميد أحمد. سوريا اليوم مستمر لكن بعد فاصل.